شايف ان انا مش هقدر اقدم الاداء المظبوط في هذه الفتره بهذا الشكل. يعني ان البرلمان في حاجات كتير قوي عايزه تتعمل وما عندناش القوه في هذا البرلمان ان احنا نقدر نعدلها. دي حاجه شخصيه جدا. انا شايف ان انا ممكن اكون افيد في الحزب دلوقتي واقدر اتفرج الحزب افضل واقدر اعمل فيه حاجات افضل يعني.